وينضم إلينا من مدينة ستوكهولم السويدية الكاتب والمحلل السياسي محمد سعد. خير الله سيد محمد، أرحب بك معنا إلى هذه النشرة. في البداية، ما هي الأسس التي يعتمد عليها الدستور والقانون في السويد للحفاظ على حريات الفرد دون المساس بحريات الآخر، تحديدا فيما يخص الأديان؟ مساء الخير عليك زينة وعلى السادة المشاهدين الكرام. قولا واحدا فاصلا يا زينة، لا يوجد استهداف للدين الإسلامي أو المسلمين في السويد. هناك حق مقدس في التعبير بموجب الدستور والقوانين السويدية، وهذا الحق لا تستطيع أبدا الشرطة السويدية التصدي له. تصدت من قبل وحكمت المحكمة العليا بأن هذا الحق مقدس. هناك في السويد يا زينة 195 ألف عراقي، 195 ألف عراقي من إجمالي 875 ألف مسلم. إذا كان أو إن كان هناك استهداف للإسلام والمسلمين، فلماذا استقبلتهم أصلا السويد؟ أتمنى إعلاء. طيب سيد محمد، لو تسمح لي، يعني عندي سؤال. منع قانون خطاب الكراهية في السويد على التحريض ضد المجموعات البشرية، سواء كان بناء على العرق أو الإثنية أو الدين أو التوجه الجنسي أو النوع الاجتماعي أيا كان، بينما المسلمون يقولون أن حرق نسخ من المصحف يشكل تحريضا ضدهم، لذلك يجب اعتباره جريمة كراهية بحسب قولهم. من سيفصل بهذه القضية؟ يعني خلينا نقول أنه من حوالي 10 أيام تقدم أحمد علوش السوري المقيم في السويد بطلب لحرق الإنجيل والتوراة أمام السفارة الإسرائيلية، وأعلن هذا الكلام في كل وسائل الإعلام، ووافقت الشرطة على منح هذا التصريح. يبقى بداية كل الأديان بتتعامل معاملة واحدة داخل السويد. أما فيما يخص أن يصدر تشريعا يتعارض مع ما هو قائم، فهذا أمر شاق جدا وطويل يتطلب تصويتا. بس يوجد قانون خطاب يعني يمنع الكراهية، صح في السويد؟ يعني خليني أقول لك يا زينة أنه من حوالي 10 أشهر كان هناك فاعلية وعزم على يعني حرق المصحف راسموسن بلودان في نورسفاريا، في يعني في شمال السويد. لم يذهب إلى أحد إلى الفاعلية، لم يذهب أحد. بعد 4 أو 5 دقائق غادر المكان الذي كان عقد عليه العزم أن يحرق نسخة من القرآن. وبالتالي أنا لا أريد أن تنجر الجماهير وراء أدرينالين يضخ بطريقة أو بأخرى، ولا تذهب الأمور إلى حد اقتحام وإحراق السفارة السويدية في العاصمة العراقية، وهذه طبعا بيتعارض كما تعلمي وأعلم الجميع مع اتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات ما بين الدول. أتمنى إعلاء صوت العقل. لا يوجد استهداف أبدا للمسلمين. أنا أعيش في هذه البلاد منذ 5 سنوات و5 شهور، وأنا اسمي محمد، يعني رجل المفروض أني مسلم، ولا أرى هذا الكلام صدقيني. وأتمنى أن سيد الناس محمد، يعني كيف تفرق قوانين التجديف في الشرق الأوسط عنها في الدول الأوروبية؟ خلينا أقول لك أنه فينا إشكالية في العقل العربي لابد أن نعترف بها، لأنه للأسف معظم إن لم يكن يعني دول كثيرة جدا بتحكمها أنظمة عسكرية أو شمولية بتستخدم من الدين أداة لمأسسة نظام الحكم، وده بيكون يعني له للأسف سلبيات كثيرة جدا. من قبل قالوا أن السويد تريد خطف أطفال المسلمين، وصبت بالدليل القاطع، بالتأكيد يعني سمعت عن هذا الموضوع، أنه لا يمت للواقع السوسيال. قالوا نعم بالضبط، قالوا أن السويد بتقفل المدارس الإسلامية وخليكي مكان السلطات السويدية اللي تيقنت وتأكدت أن بعض القوامين على هذه المدارس يمولون أنشطة إرهابية في الصومال، والبعض الآخر في متهم بجرائم بالفساد. يعني يا جماعة لابد أن نتعامل مع الأمور بمثل ما تحتمل. النهاردة السويد، سيد محمد، يعني السويد كدولة ألا ترى إدانات الشجب ويعني كل بيانات تدين وتشجب واستدعاء لسفيرها والقائم بأعمالها في الدول العربية والمسلمة، ألا تخشى على علاقاتها مع هذه الدول العربية المسلمة؟ بالتأكيد بتخشى على علاقاتها، ولكن
الحكومة السويدية لا تستطيع أي مؤسسة في السويد خرق القانون، لا يستطيع رئيس الوزراء السويدي إصدار قانون وإن هو يقول لا حق التظاهر فيما يخص هذا الشأن ممنوع. هناك اقتراحات مقترحة من قبل البعض يعني، وأولف كريستوشون رئيس الوزراء قال من الممكن أن يكون هناك تعديل لقانون آلية عمل الشرطة، وده أيضا بيتطلب وبيحتاج إلى وقت طويل. أنا يعني لا أريد أن الموضوع يذهب إلى حد يعني رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان عضو عن حزب اس دي ارون ميلسون قال احنا يعني الناس اللي بتعمل معانا كل ده هنعيد النظر في المساعدات التي تقدم بطريقه او باخرى. انا اتمنى ان يتخذ الجميع ما تم الاقدام عليه قبل ذلك من التجاهل التام لناس من الممكن جدا ان يكونوا يعني بيتصرفوا بطريقه يريدون من وراءها فقط الشهره وليس اكثر من ذلك. يعني انا اطلعت على الكثير جدا من خطابات سلوان نجم وسلوان موميكا، ولقيت انه يعني هو الموضوع يغلب عليه طابع المكايده وفقط، وليس قناعه فكريه ان هو بينقد دين من الاديان على خلفيات منطقيه، لكن لا هو حر في التعبير بالطريقه التي تحلو له. هي اشكاليه في فهم الآليات والممارسة الديمقراطية ما بين شعوب مترسخة فيها الديمقراطية وثابتة. يعني هل يسمح بالمساس بمقدسات السويد في السويد من قبل مواطن سويدي أو عربي مقيم في السويد؟ ألا يحاسب القانون أو الدستور عليها؟ ما هي مقدسات السويد؟ السويد هذا دولة. السؤال، ما هي مقدسات السويد؟ ما هي مقدسات السويد؟ السويد دولة لا يوجد لها مقدسات، ملهاش دين، دولة علمانية بالكامل، وبالتالي لا دين لها، لا مسيحي ولا يهودي ولا إسلامي، تقف على مسافة واحدة متساوية من جميع الأديان. والناس لو تخلت عن الأدرينالين الذي يضخ لتغييب العقول وسحق الوعي يعني هتشوف الصورة بمثل ما تحتمل وليس بمثل ما يضخ، وإن ناس تدخل على الخط لتحقيق مكاسب سياسية بطريقة أو بأخرى، والمكاسب دي للأسف المتضرر منها في المقام الأول المجتمع العراقي العظيم. ممتنة كثيرا لك على حضورك معنا من مدينة ستوكهولم السويدية، الكاتب والمحلل السياسي محمد سعد خير الله، شكرا جزيلا لك.